بالتعليق عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود العجرمي. دكتور محمود، بداية مرحبا بك. اختتم المتظاهرون الجمعة 74 من مسيرات العودة والتي أطلقوا عليها فلتشطب أوسلو من تاريخنا، يعني بعشرات الإصابات. كيف ترى استمرار الاحتلال استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل؟ لا شك أن مسيرات العودة هي من إبداعات الشعب الفلسطيني وواحدة من ميادين النضال الجماهيرية السلمية في مواجهة هذا الاحتلال، إلى جانب الأشكال الأخرى لهذا النضال، إن كانت الأمنية الاستخبارية أو العسكرية أو الإعلامية إلى آخر ذلك، من إصرار الشعب الفلسطيني على الاستمرار. كان هناك أكثر من 77 إصابة، من بينها 29 بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة خطرة، وكذلك إصابة عدد من المسعفين والنساء والصحفيين. هذا يعكس إفلاس هذه الدولة وهروبها دائما إلى الأمام من الاستحقاقات المفروضة عليها. هذه المسيرات من أجل العودة، وهناك أكثر من 722 قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها القرارات التي تؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى وطنه. جمعة اليوم تستمر هذه المسيرات حتى إنجاز العودة. فلتشطب أوسلو من تاريخنا، كان هذا عنوان جمعة اليوم، هذا الاسم تحديدا. ما دلالة هذا الرفض الشعبي لاتفاقية أوسلو؟ اليوم أو بالأمس كانت الذكرى 26 لاتفاقية أوسلو، اتفاقية التفريط بالوطن الفلسطيني، وبالتالي أن تحمل المسيرة في الجمعة 74 هذا العنوان لأهمية وخطورة هذه الاتفاقية التي ذهبت بالثوابت الوطنية الفلسطينية. اتفاق أوسلو ب 13 أيلول 1993 حول القضية الوطنية الفلسطينية من قضية شعب يناضل من أجل الاستقلال والحرية في وطنه فلسطين، إلى قضية سكان تحت سيادة كاملة لدولة الاحتلال. هذه هي نصوص اتفاق أوسلو بقراءة قانونية أولا وسياسية ثانيا. على سبيل المثال، لا وجود لشيء اسمه دولة في اتفاق أوسلو، ولكن البعض يرى أن أوسلو كانت ضرورة تاريخية في تلك المرحلة. الوقائع العنيدة على مدار أكثر من ربع قرن من اتفاق عار أوسلو تؤكد أن هذا أضغاث أحلام وذر للرماد في العيون. يوم 13 أيلول 93 كان عدد المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة وشرق القدس وقطاع غزة، قبل أن يطرد جيش ومستوطني هذه الدولة المارقة، كان عددهم 65,000. اليوم يربو هذا العدد على 850,000 على سبيل المثال، إلى جانب أن اتفاق أوسلو لا يتحدث عن قضية اللاجئين كقضية ثنائية. قضية اللاجئين وفق نصوص أوسلو تناقش في اللجان المتعددة، أي أنها شأن مرتبط بالتوطين حيث يوجد اللاجئين، وكذلك الانسحاب، هناك انسحاب في withdrawal in وليس withdrawal from، أي أنه عسكريا redeployment، إعادة انتشار وفق المقتضيات الأمنية للدولة السيدة على كل فلسطين المحتلة. هذا الاتفاق إذا دققنا في فصوله كاملة سنجده الممر الآمن والإجباري لخطة ترامب،
لأنه يشطب اللاجئين، يشطب القدس، يجيز الاستيطان في كل فلسطين ويحول أبناء شعبنا الفلسطيني إلى غرباء في وطنهم، كما أقر ذلك قانون القومية الذي صدر عن الكنيسة. وكلنا استمعنا إلى قرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بضم الضفة، من حقها أن تضم الضفة إليها، وكذلك الجولان السوري المحتل. أيضا دكتور محمود العجرمي، أيضا من سلبيات أوسلو التنسيق الأمني الذي أودى بالآلاف عبر السنوات إلى معتقلات الاحتلال، بعد أن صرح الرئيس عباس أنه مزق كل الاتفاقيات مع الاحتلال. إلى أي مدى تنظر، إلى أي مدى ترى أن التنسيق الأمني ربما قد انتهى؟ يعني أنا لا أعتقد ذلك أبدا، بدليل أن دعوة محمود عباس لإلغاء الاتفاقيات، أو عفوا لإعادة النظر في هذه الاتفاقيات، كان التصريح التاسع. سبق وأن صرح محمود عباس لثماني مرات سابقة إلى جانب ما صدر عن المجلس المركزي، رغم أنه ليس كامل الصلاحية ولا يمثل القوى الحية، ولكنه عام 2015 طالب بوقف التعاطي مع أي من هذه القرارات ولم الاتفاقيات، ولم يستمع عباس لذلك. إلى جانب أيضا أن أعاد المجلس المركزي عام 2018 أيضا ذلك ولم يستمع إليه، وبالأمس فقط حين أعلن نتنياهو أنه ينوي إن نجح في الانتخابات على ضم شمال البحر الميت وغور نهر الأردن، قال أنه إن فعل ذلك سأقوم بكذا، وكأنه نسي منذ أيام أنه قال أنه سيوقف التعاطي مع هذه الاتفاقيات، وشكل لجنة وماتت هذه اللجنة. اتفاق أوسلو، وكما قال رئيس دولة المستوطنين في فلسطين المحتلة شيمون بيريز، أنه اتفاق أمني بامتياز، قيمته أداء دور وظيفي يخدم أمن المستوطنين والمستوطنات، ويغطي استمرار الاستيطان حتى إنجاز هذا الهدف. حتى أن شيمون بيريز لم يخجل حين قال أنه كتب اتفاق، كتب بالعبرية وترجم إلى العربية، وأضاف أيضا أنه قال: كلما التقيت عباس وجماعته كلما خرجت بقناعة أنه أكثر صهيونية مني. كما أن عباس لم ينكر التعاون الأمني مع الاحتلال وأنه مقدس. هذه هي حقيقة اتفاق أوسلو، دور أمني بامتياز، ولهذا فإن هذه السلطة مصلحة كاملة لدولة الاحتلال. إذن ماذا بقي من أوسلو الآن بعد 26 عاما؟ لم يبقى من أوسلو شيء. الاحتلال، رؤساء وزراء دولة الاحتلال قالوا ومنذ اليوم الثاني لتوقيع اتفاق أوسلو أن القدس موحدة عاصمة دولة الاحتلال، وأن الاستيطان سيستمر، وأنه لا أفق لهذا الحل الوهمي الذي قالوا عنه حل الدولتين. العدو كان واضحا تماما في تعاطيه مع هذا الاتفاق، وهو من صناعة هذا الاحتلال. اتفاق أوسلو جاء ليدمر الثوابت الوطنية الفلسطينية، وليمهد الطريق واسعة أمام خطة ترامب، لا أكثر ولا أقل. والوقائع التي نشهد على مدار الساعة ومنذ أكثر من ربع قرن تؤكد هذا الاستنتاج. نعم، من غزة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود العجرمي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.